بابا. لوين رايحة يا بنتي؟ بابا أنا هلأ رايحة أشتري كتاب. بس يا ريت ما تتلهي كتير. كنت بروح معك بس لو ما عندي شغل بالمحل. المحل اللي بدك تشتري منه الكتاب مو بعيد، ما هيك يا بنتي؟ ايه ما تشغل بالك. ماشي ماشي. ايه روحي ولا تتأخري. يلا رايحة بابا. اغسلها يا زبدة. لا تأخذني بس هون ما بيصير هالشي هذا. وليش حتى ما يصير؟ محل ما كنت ساكن كان البواب يغسلها. ايه المحل مو مناسب. إلا كان صفة ورا واغسلها هنيك. أنا بغسلها بابا. استني يا بنتي. مين بده يغسلها؟ أنا بغسلها. يلا أنت روحي يا بنتي.